يلا بينا نشوف البوستات بتاعت السوشيال ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نفتح صفحة البرنامج البلد يوكل مع الشيف نونة ونشوف الكومنتات اللي عليها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا نفتح الكومنتات. طبعا الناس الحلوة اللي كاتبة كلام حلو جدا زيها، تسلمولي ما نحرمش منكم. منى أمير تسلميلي، الله يبارك لي يبارك فيك يا رب. سلمى بتسأل سؤال اهي، بتقول لي لو سمحت يا شيف نونة القرص الطرية مش بتظبط معايا خالص، يا ريت مقادير وايس كريم سهل وبسيط، جزاك الله كل خير، مبروك لبنتك وعقبال الشهادة الكبيرة. الله يسعد قلبك. القرص الطرية ادخلي على اليوتيوب او على صفحة البلد دوكل هتلاقي اخر قرص طرية احنا عاملينها ممتازة، امشي بالمقادير وهتلاقي الطريقة مكتوبة بالتفصيل. عايزة تشوفي طريقة العمايل ادخلي على اليوتيوب او صفحة بي ان سي او بانوراما فود، هتلاقي المقاطع اللي احنا بنعملها او الوصفات اللي احنا بنعملها بتنزل هناك. لو انت عايزه تشوفيها معموله هتشوفيها هناك، لو انت عايزاها مكتوبه هتشوفيها على البلد يوكل. بسبوسه بسبوسه وصفه ايس كريم سهله، ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي احنا فيه ده هنعمل وصفه ايس كريم سهله، وهنعمل كمان وصفه بالفاكهه لاولادنا، يعني لو جربتيها مره كل يوم هيقولوا لك احنا عايزين زيها. فاستنوا خلال الاسبوع ده ان شاء الله، لسه ما حددتش اليوم ايه، فان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع هنعمل ايس كريم بمكونين بس، وهيطلع معاكي احلى ايس كريم ممكن تدوقيه واطعم ايس كريم. وهنعمل كمان صنف حلو جدا هيعجب الاطفال. مامت رهف وعمر، صباح الجمال على نونا القمر ملكه بانوراما فود حبيبتي، الله يسعد قلبك. بقول لك يا قلبي عايزه طريقه سهله للايس كريم من غير تكلفه كتير. حاضر، هي شكل الاسئله كلها ايس كريم، استنونا خلال الاسبوع ان شاء الله باذن الله. حمدي مرجان ابو يوسف تسلم لي، الله يجازيك خير. دعاء عبده، صباح الخير والسعاده عليكي احلى شيف في الدنيا، الف مليون مبروك لبنتك، الله يخليكي يا حبيبتي تسلمي لي. فيصل حداد، ام يحيى، ابو سليم، ام مالك، أم مالك بتسأل سؤال. طبعا كل الأسامي اللي أنا قلتها دي بتصبح علينا، صباحهم هنا وسعادة يا رب. أم مالك بتقول لي أحلى وأجمل شيف من فضلك يا شيف، لو عندي خوخ كتير أعمل بيه إيه؟ كتير، وصفات كتير. رغدة اكتبي عندك الأسبوع ده ممكن نشيل حاجة من اللي إحنا عاملينها ونحط بدلها وصفات بالخوخ، أو مش هقول لك كمان وصفات بالخوخ، إحنا هنعمل الخوخ كومبوت، هنعمله كومبوت وممكن نقول لك كمان كذا وصفة ممكن تدخليها فيه. مي مختار، ممكن الوصفة الطبيعية لمزيل العرق، الوصفة الطبيعية لمزيل العرق موجودة عندك يا رغدة؟ طيب هتلاقيها من نازلة على الصفحة، هتلاقيها نازلة على الصفحة. مبدئيا كده هقول لك على حاجة، هما طريقتين لمزيل العرق، في واحد للبشرة الحساسة علشان ما تلتهبش، وفي واحد للبشرة العادية. بسم الله اللهم بارك. بصي يا جمل، في مزيل عرق للبشرة الحساسة وفي مزيل عرق للبشرة العادية. مزيل العرق للبشرة العادية بتجيبي معلقة بيكربونات صودا ومعلقة من النشا، وبتحطي عليهم زيت جوز هند، وبتحطي عليهم زيت عدري من عند العطار أي نوع أنت عايزاه، وبتخلطي كله مع بعضه كويس جدا، وبتحطيهم في بطرمان وبتحطيهم في التلاجة، ووقت ما تستخدميه تطلعيه يهدى شوية كده، وأهم حاجة يكون تحت الباط ناشف ونضيف، وترجعي تدهني منه هيطلع معاكي زي الفل. اللي هو البشره الحساسه ما بنحطش الا بيكنج صودا، بنشيلها بنحط نشا وبنحط زبده شيا، لو ما عندكيش شمع عسل الغيه مش مشكله، وبتحطي برده اي زيت عدري، تخلطي كله كويس جدا مع بعضه وبتسيبيه في علبه في الثلاجه وتدهني منه. اهم حاجه الباط يبقى ناشف ويبقى نضيف، وبتحطي مزيل عرق بيطلع معاكي زي الفل. نشوف الاسئله تاني. بسم الله، حبايبي اللي كاتبين كلام حلو زيهم ما نحرمش منكم، عينيا الاثنين. حاضر، الاقبال تاريخي على الايس كريم، عينيا الاثنين. حاضر. مانو مانو تسلمي لي، ما نحرمش منك، تعبكم راحه على راسي. ايه ابنه عماره، بحبك في الله يا نونه، ربنا يراضي قلبك، اسال الله ان يدخل البهجه على قلبك، الله يسعد قلبك ولك بالمثل واضعاف اضعافه يا رب، اللهم امين. ام يحيى بتقول نونة القمر احلى صباح على احلى نونه، لو سمحتي اسباب غمقان الكيكه. اسباب غمقان الكيكه يا السكر يا البيكنج باودر.
ممكن السكر اللي حضرتك مستخدماه في الوصفه اصلا يكون غامق، فلما نيجي نعمل حلويات وخصوصا كيك ما نستخدمش سكر التموين لو سكر التموين غامق او اي سكر بتشتريه من بره غامق بلاش تستخدميه، وممكن يكون في البيكنج باودر، استخدمي نوعيه بيكنج باودر كويسه هيطلع كيك معاكي زي الفل. تسلم ايديكي مقدما على كل حاجه بتعمليها. كريم ويونس، ممكن وصفه طريقه الايس كريم؟ حاضر عينيا الاثنين. احنا قلنا خلاص الوصفه الطبيعيه المزيل للعرق. ام محمد الايس كريم، بسنت هيثم طريقه المايونيز، عينيا الاثنين. حاضر. الحمد لله. بتقول لو سمحت يا شيف نونا عاوزه اعرف مقادير الرز الاصفر والفراخ، بمعنى اصح الكبسه، اول مره اعملها ويا ريت بالتفصيل. طيب بصي يا حبيبتي، طريقه الكبسه، الكبسه اسهل ما يكون سواء لحمه او فراخ. لو هي فراخ بندي صدمه للفراخ بس بعد ما بتبلها. بتبلها بايه؟ بحط الفراخ وهي بره بعد ما بغسلها كويس جدا وبنقعها حوالي نص ساعه او ساعه في ميه وملح، برجع بعد كده اصفيها بعد ما بكون نظيفه طبعا خالص، بصفيها وبروح ماسكاها دعكاها بملح وفلفل اسود، رشه جوز الطيب، حبه بهارات، طماطميه مبصوره، بصلايه مبصوره، ادعك ده كله كده بالتوابل واروح دعكه بيهم الفراخ وركناها شويه. ارجع كمان اكون نقع الرز نص ساعه في ميه عاديه من الحنفيه وعاير الرز بتاعي بالكوبايه، عشان ادام لسه ما عملتهاش واول مره تعمليها لازم تطلع معاكي مظبوطه. طيب بجيب الرز سواء من عند العطار سايب او اكياس، بعايره بكوبايه من اللي هي بتاعت الشاي بتاعتنا دي، وارجع احطه في ميه يتنقع، بس اكون حافظه انا عايرت قد ايه. واجي بعد كده يا ست الكل اروح جايبه حله حطاها على النار، احط فيها شويه سمنه او زبده وزيت، واروح مديه فيهم لو هي كبسه فراخ زي ما انت طالباها كده، بروح ماسكه الفراخ اللي انا كنت نقعها بالتتبيله دي اديها صدمه من جميع النواحي لحد ما يتغير اللون بتاعها خالص، وارجع بعد كده اروح شايلاها في طبق خارجي. مكان السمنه والزبده ممكن اروح مزودها لو لقيت ان هي الفراخ شربتها، ممكن ازود شويه سمنه كمان او شويه زبده وزيت، وارجع بعد كده احط ايه؟ بحط لومي واحط قرفه خشب وبحط قرفه بودر وبحط شويه بهارات كبسه من اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، وان شاء الله باذن الله في حلقه بكره في اول الحلقه هنزل لكم اغلبيه التوابل اللي احنا عملناها عشان افكركم بيها وتلحقوا تعملوها. كل دوت بيتشوح مع بعضه، واروح جايبه الرز اللي انا كنت نقعاه نص ساعه اصفيه كويس جدا من الميه، انزله على التوابل اللي انا عملتها دي واشوحه حوالي خمس دقائق علشان يتشرب كله من بعض. ارجع بعد كده اروح ساقيه الرز الميه بتاعته، لو انت عامله اربع كوبايات رز بتحطي 8 ميه، واهم من عدد الميه ان هي تكون مغليه، ما ينفعش احط ميه من الحنفيه، ما ينفعش احط ميه دافيه، لازم تكون بتغلي. ليه؟ علشان الفراخ خدت صدمه فدخلت في السوى، فاضل لها حبه صغيرين. الرز لو الميه بتاعته مغليه هيطلع الحبايه معاكي مظبوطه، ومش هتطلع محسوله، ومش هتطلع ناشفه، ومش هيعجن، لكن لو حطيتيها من الحنفيه هياخد وقت ويعجن ويبقى مكسر كده ومش هيبقى كويس. طيب الربع ساعة اللي هياخدها وقت الرز هو بقية تكملة التسوية، انت حطيتي خلاص المية، بتروحي حاطة كمان الفراخ اللي انت اديتيها صدمة على الوش، وبتغطي الغطاء تكتميه وبتحسبي ربع ساعة، يعدي من الربع ساعة ديت قبل الربع ساعة بدقيقتين تلاتة بتروحي رافعة الغطاء، بتلاقي المية اتشربت، الرز بدأ ان هو يزيد، حتت الفراخ كلها على الوش، بترجعي توطي النار وتقفليه الخمس دقايق اللي فاضلين او الثلاث دقايق اللي فاضلين، بعد ما بتخلص الربع ساعة الفراخ بتكون مستوية، صحتين وعافية على قلبك، الرز كمان بيكون مستوي، بتبدأي تشيلي الفراخ من على الوش، تمسكي صينية التقديم، بتحطي الرز كله بتاع الكبسة، بترصي الفراخ على الوش، رشة بقدونس على الوش كده علشان التقديم، وصحتين وعافية على قلبك. دي مقادير الكبسة بالتفصيل وأسهل كبسة ممكن تعمليها وتطلع معاكي زي الفل. طيب معانا ايه كمان؟ امينه ابراهيم، اجيب منين الميزان بالجرامات؟ موجود في اي حته عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني هتلاقيه عنده. بتروحي العتبه كتير وبتنزلي عند العتبه في شارع الجيش عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني هتلاقيه عنده، بتاع مستلزمات ادوات منزليه هتلاقيه عنده، دلوقتي بقوا كتير جدا وعند اي حد بيتباع. معانا تليفون ونقول الو. الو، صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. عايز اقول لك بحبك جدا. الله يسعد قلبك، تسلمي لي وما تحرمش مني. واول مره اكلم حضرتك وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصال. ربنا يعزك حبيبتي. كنت عايزه اسال حضرتك، هو انت عامله العمليه فين؟ عامله ايه؟ العمليه فين؟ عاملاها فين؟ والدكتور يعني فين؟ هو عموما مكانه في المهندسين، ورغده هتقول لك على اسم الدكتور. طب هي عامله ايه؟ لو ينفع تقول. بس هي مش غاليه والله، بالنسبه للنتيجه اللي انا واصله لها مش غاليه، وعايزه اقول لكم ان هو بقى عنده نظام قسطين، يعني ممكن تقسطوها كمان لو المبلغ زياده عني، اكنك داخله جمعيه.
اهم حاجه صحتك في الاول وفي الاخر، في 60 ده هي فلوس الدنيا كلها، اهم حاجه صحتك في الاول وفي الاخر. في نورهان ياسر وابو شروق عايزين طريقه الحواوشي، عينيا الاثنين حاضر. معايا كمان احمد سعد ممكن اعرف طريقه عمل البيتزا وبلح الشام، عملناهم كتير قوي قوي قوي. طريقه البسبوسه عشان بتنشف مني، يا نهار ابيض. البسبوسه جاهزه معانا يا رغده؟ جاهزه معانا؟ طب ممكن ننزلها؟ انا قلت احنا في فاصل. انت داخل بس. صباح الخير يا حامد، انت ممكن تيجي تصبح على الناس كمان ادام عملت كده. حامد بيصبح عليكم يا جماعه. انا اتصدمت من اللي بيقول صباح الخير، انه احنا هوا ماشي. بسبوسه بالسيرب البارد موجوده معانا على الشاشه، وهرد على سؤال موجود عندي دلوقتي بس بعد ما اقول المقادير. انا ما لحقتش اشوف المقادير. اصبروا شويه، ما لحقتش اشوف المقادير. كيلو سميد بسبوسه يفضل ان هو يكون من عند العطار ويكون سايب علشان يديكي نتيجه زي بتاعه المحلات بالظبط. ربع كيلو سمنه، نص كوبايه جوز هند ناعم، معلقتين كبار سيرب تقيل، لو ما عندكيش حطي عسل نحله، لو ما عندكيش عسل نحله او سيرب تقيل حطي معلقتين عسل جلوكوز. معايا كوبايتين سكر، ربع لتر حليب دافي. الحليب والسكر والسمنه بيترفعوا على النار يدوبوا مع بعض ويبداوا يدفوا، مش يسخنوا ولا يكونوا باردين. برجع بعد كده احطهم على جنب وارجع اجيب بوله احط فيها السميد مع جوز الهند مع معلقتين العسل التقيل او السيرب، واروح ضايفه عليهم السمنه والسكر والحليب اللي دفيوا، اروح حاطه كله على بعضه وبطراطيف صوابعي اعمل كده. الم اخليها تشرب واسيبها 10 دقائق، على ما ال 10 دقائق دول يخلصوا اروح ماسكه الصينيه بتاعت البسبوسه اللي انا هعملها بصينيه المقاس ده. صينيه المقاس ده كده، كيلو السميد بتاع البسبوسه يدينا صينيه المقاس ده، وارجع بعد كده اروح ماسكاها دهنها. بدهنها ايه؟ يا بدهنها طحينه يا اما بدهنها سمنه مع رشه سميد علشان تطلع لي مرمله كده وماسكه نفسها. التسويه بتاعتها، التسويه بتاعتها فرن 200 مش 180. ليه مش 180 يا نونا؟ علشان 180 هينشف لك البسبوسه ويمصها. الفرن هيمص البسبوسه لو هي 180، خليها على درجه حراره 200، خدت اللون الحلو بتاعها طلعيها والسيرب يكون بارد، اعمليه قبلها بيوم. يا نونا ده ناس كتير قوي بتقول السيرب سخن والبسبوسه سخنه، بتنفع بس هتيجي تاني يوم تلاقيها مسكره. لكن بتاعت المحلات مهما بتتحط قدامهم في الثلاجه وفي المحل ما بتسكرش، ليه؟ علشان السيرب بتاعها بيبقى بارد. اعملي البسبوسه سخنه والسيرب بتاعها بارد تطلع معاكي زي الفل، تقعد يوم واثنين وثلاثه بس هي من حلاوتها وجمالها مش هتقعد معاكي اصلا يوم كامل. فجربوها بالسيرب البارد هتطلع معاكم مظبوطه وزي الفل. طيب في سؤال هنا قدامي انا شفته، دعاء بكر بتقول احلى شيف نونا انا جبت. اوكي ده بتتكلم على الكريم. طيب هجاوب على السؤال ده يا دعاء في السيجمنت الجاي ان شاء الله. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل، لسه قدامنا وقت. طب نكمل. طب السؤال ده يا دعاء هجاوبك عليه في السيجمنت الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نون المصري بتقول صباح الخير يا مدام نونا، طريقه طبيعيه لتنظيف الخشب الموبيليا لو سمحت. طيب بص يا نون، لو ما فيش يعني ما فيش منتج انت بتضمنيه، مع ان في منتجات كتير انا بضمنها بصراحه وبستخدمها، هتعملي ايه؟ كل اللي انا عايزاه من حضرتك في تلميع الخشب زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي احنا بنحطه على الاكل ده، بس ما تجيبيش اللي هو البيكر او اللي هو النوعيه النظيفه او اللي هي بتاعت الاكل، لا هاتي زيت الزيتون عادي خالص تمام. وابداي ان انت امسكي زيت الزيتون وامسكي سفنجه او قطنه وابداي ان انت لمعي بيها الخشب. زيت الزيتون ازاي ده يدهن الخشب ويلم تراب؟ ده بالعكس هيغذي الخشب، دي حاجه ما يخليهوش يشقق وينشف في نفس الوقت، مش هيلم تراب ولا اي حاجه. جربي جربي وهتدعي لي والله العظيم. حته زيت الزيتون على الخشب، نطلع فاصل. طيب زيت الزيتون مع الخشب بيدي له لمعان حلو قوي وبيثبت، تحس ان هو ثابت ما بيجيش عليه تراب ولا الكلام ده كله، ما بيتجمعش اصلا تراب.